السلام عليكم متابعين مصر زمان. هنتكلم النهاردة عن نعمان باشا الأعصر، عمدة المحلة الكبرى من أعيان الغربية. لو طلعت باشا حرب أنشأ بنك مصر، فالفضل الكبير يرجع لصديقه الصدوق نعمان باشا الأعصر. أنشأ تاني فرع لبنك مصر على مستوى الجمهورية، صاحب الأرض التي أنشئ عليها شركة مصر للغزل والنسيج، واللي كان لها الفضل أن ترفع مستوى الصناعة المصرية إلى العالمية، واللي أظهرت مدينة المحلة على الخريطة المحلية والدولية، وكانت من أكبر البلدان المصدرة للنسيج والأقمشة لأوروبا، وكان أكبر مشروع وطني بمساحة 630 فدان تبرع بها من أملاكه الخاصة. حيث فكر صديقه طلعت باشا حرب بإنشاء مصنع غزل ونسيج بمساحة 32 فدان لتمنع احتكار الشركات الأجنبية للأقطان والمنافسة في الصناعة. فأوقع الترشيح على 4 بلدان: أبو كبير شرقية وسخا، وكفر الشيخ سمنود غربية، والمحلة الكبرى. فاشترى نعمان باشا 32 فدان بمبلغ 150 للفدان لإقامة الشركة، وبعدها قام بضم 600 فدان أخرى إلى أرض المشروع القومي. وحضر الافتتاح الملك فؤاد ملك مصر والسودان، واستغل حضور الملك وعرض عليه شراء استراحته الخاصة لإقامة نادي اجتماعي، ويكون له الفضل في إنشاء نادي بلدية المحلة، حيث اشترى الاستراحة الملكية للملك فؤاد بالمحلة وحولها إلى نادي اجتماعي، وأصبح الآن نادي بلدية المحلة. أنشأ طريق دائري للمحلة، وقام بتجديد كباري وجسور بحر الملاح ليضع مدينة المحلة على خارطة المدن الصناعية الكبرى. رحم الله نعمان باشا الأعصر.